السلام عليكم ورحمة الله. يعلمنا ربنا جل وعلا أن أساس مشكلاتنا داخلي، وهذا واضح في قوله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، وهذا واضح في قوله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. المشكلة الداخلية يمكن للأعداء ويمكن للآخرين أن يؤثروا في حياتنا، لكن تأثيرهم لا يزيد على 20%. أما الأساس فهو نحن، ضعفنا يغري الآخرين بالتسلط علينا وليس العكس. التسلط علينا لا يولد الضعف، ضعفنا هو الذي يأتي بالتسلط. دعونا نقول: ما علاقة الغرب والشرق بمدرس لا يحضر محاضرته بالشكل المطلوب؟ دعونا نقول: ما علاقة الشرق والغرب بمدير فاسد يسرق من الشركة التي ائتمن عليها؟ ما علاقة الشرق والغرب برب أسرة لا يفتح المصحف مرة في الأسبوع أمام أطفاله؟ ما علاقة الشرق والغرب بأم تتكلم بكلام ناب أمام أطفالها؟ دعونا ننتهي من مرحلة البحث عن ضحية والبحث عن علة والبحث عن مشجب نعلق عليه أخطاءنا. المشكلة فينا، المشكلة في طريقة تفكيرنا، المشكلة في ضعف ضمائرنا، المشكلة في طموحاتنا غير المشروعة، المشكلة في علاقاتنا غير الصحيحة، المشكلة في الكسل، المشكلة في الفوضى، المشكلة في التنازع حول الصغيرة والكبيرة. المشكلة فينا، والله جل وعلا لن يغير حالنا إلا إذا غيرنا ما في أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.